قلت ذولا الجماعة يشتغلون ويا نور زهير ويا الحجاج. الحجاج منو؟ هسه شنو انت تريد تورطنا على اساس سعيد يمك يعرفهم ويقول لك كلهم يعرفون كلهم يعرفون. وصف لي الحجاج وصف لي اياهم لا وصف لي اياهم لا سميهم وصف لي اياهم حجاج شلون عين عين ابو خشمه خشمه ابو حلقه حلقه اخو هذا ما حجاج اخوي عين عيني عزيزي احد الوزراء يقول احنا مثلا قاعدين هاي القاعده قاعد انا يقول يدخل نور زهير على مجموعه من الحجاج ويا جماعه الحبربشيه بيتهم كل واحد بجنطه 10 مليون دولار ويشمر باحضانهم فكان يتصرف مع الطبقه بهذه الطريقه تحدث ابان حكومه الكاظمي لكن حكومه الكاظمي كانت حكومه شراكه يعني الكل كان يعلم بالسرقه الكل كان يعرف ولقد نبهنا عن تلك السرقه قبل 7 أو 8 سنوات وبالاسماء